طيب يا شباب، محادثتنا اليوم عن شيء بنسميه الويب نت، وعن ناخذ كمان اليورو ويب نت والجلوبال ويب نت، بس الشيء الاساسي اللي هو الويب نت. في حدا عمره سمع في كلمة؟ في البعض سمع فيها، في البعض بيعرفها. بس هذا موضوع فيري انترستينج، وبأمل انه يعجبكم، انه يعني بنشوف المعاجم هلا بطريقه اخرى. المحاضرة هاي بتكون مسجلة على البلوك تاع المادة Reading Material. يعني هاي المحاضرة Reading Material لهي المادة. بتعرفوا احنا ما عندنا كتاب في المادة هاي بنعتبره، وكل محاضرة لها Reading Material تبعتها. فالريدنج ماتيريال تبع هاي المحاضرة اللي هم السلايدز هو اللي بقوله، وفي تو ارتكلز، واحدة للمؤلف لمؤلفين الويب نت، اللي هو Introduction to Web Net، و هاي الارتكل، وفي كمان ارتكل لأردوغان جيمي ونيكولا غوارينو وآذرز عن كليننج اب ويب نت. هاي يعني فيري امبورتانت لإلنا، هذول لازم تدرسوهم، هذول تو ارتكلز مع المادة. طيب أول شيء اليوم بدنا نحكي عن ما هي الويب نت، عشان يمكن نسميها شركة المفردات، هنحكي فيها بالتفصيل الدزاين تبعها، وهنحكي عن اليورو ويب نت، وهنحكي عن الجلوبال ويب نت. طبعا ضروري فهم المحاضره السابقه، مش ممكن حدا يعني يفهم على هذه المحاضره بدون ما اشوف بكون شايف المحاضره السابقه. ضروري جدا المحاضره السابقه اللي كانت اسمها ليكسيكال سيمانتكس اند مالتي لينجواليزم. هلا شو هو الويب نت؟ الويب نت عباره عن، لو اقول لكم قاموس ما بقى بوصفوش، لو اقول لكم داتابيس نو هي اكثر من داتابيس، لو اقول لكم مكنس بعرفش. فعلى اي حال احفظوا معي، بس حفظ هلا مؤقتا الكلمات، انه نسميه منتال ليكسيكون. منتال يعني زي قاموس ممثل، زي وكأنها المعاني ممثلة في ذهننا. وكذلك ممكن نسميه سيمانتيك نتورك او هايبر دايمنشنال ثيزورس او منتال ديكشنري او بعرفش. هلا المهم انه مين عملوا هذا؟ مش لغويين ولا حاسوبيين ولا اي تي، اللي عملوا ناس اول شيء في جامعه برينستون، تخصصهم سايكولينغويست، يعني ناس بيشتغلوا بالعلم النفس، دائره علم النفس يعني، بس الجانب اللغوي يعني. فهو نتيجه تجارب. طبعا ما فيش في كل اللغه الانجليزيه اكيد، يعني مش كل اللغه الانجليزيه، بس بتحداك تروح تجرب الكلمه اللي بدك اياها الا تلقاها. هو في اتس فيري هيوج، وفي ذا موست فريكوينت منظم زي ما قلنا، زي ما هو وكأنها زي ما هي المعلومات منظمة في رأسنا، بناء على اللي هو القرب في المعنى الدلالي للكلمات ومعانيها. الماشينز يعني خلينا نقول الإنسان بيستعمله، بس كمان الماشينز يعني الابلكيشنز، يعني مصمم كمان انه هو البور هلا لكثير من الاي تي ابلكيشنز. فهمت يعني؟ لذلك احنا بندرسه في ماده الذكاء الصناعي. طيب وعلى فكره هو كمان اونلاين وفري، يعني حتى يمكن اذا مش غلطان حتى فور كوميرشال بيربوسز از فري، توتري فري اونلاين، يعني تقدر تنزل. طيب هذا نشوف كيف النظام. انتم بتعرفوا معي شو يعني سولينوس، مظبوط؟ من المحاضره السابقه. لو جينا قلنا كيبل، طلعوا هان ها كونسبت، الو سنسيت، الكونسبت الو سنسيت. ايش يعني الو سنسيت؟ يعني سنسيت، يعني مجموعه مترادفه، يعني هذول كلمات بنستعملهم لندلل على هذا الكونسبت. ترى وين حطيت ايدي؟ على كل شيء.
صح؟ الورقة كونسيبت، الورقة رقم يونيك اي بي اللي بنسميه سنسيف اي بي، وله كمان اللي بنسميه جلوس اللي هو يعني والله يعني سنتنس او زي جمله وصف ل المعنى للكونسيبت للمعنى. ها ضرب هاي كونسيبت تمام طلاب بخارج، هاي كونسيبت لا هاي وصف للكونسيبت، هي مش كونسيبت بحد ذاتها صح، هي وصف. هاي كونسيبت ثاني فيرنيتشر بيس اوف فيرنيتشر ارتكل اوف فيرنيتشر، هذول ثلاث كلمات او ثلاث تعبيرات مستعمله ثلاث سيمبلز في اللغه الانجليزيه بشن على مفهوم معين احنا هون وصفناها في جمله، وهي الرقم تبعه. طيب هاي بيرو دريسر تشيست اوف دروورز، ها كمان في لها يعني هذا المفهوم في له كلمات ثلاث كلمات هون بتشير عليه. شو يعني ثلاث كلمات بتشير عليه؟ يعني هذول كلمات سينونيمز يعني، وله جلوس وله رقم. ف وير ديت جيفز انفورميشن اباوت تو فاندمنتال يونيفرسال بروباليتيز. هلا بنشوف شو وين السينونيمي وين البوليسيمي. وين اول السلايد اللي بعده بوجهكم وين السينونيمي، بس اللي بقوله انه وير ار جروب انتو سينسز، مزبوط؟ كل مجموعه بنسميها مجموعه قدرات الفعل، بس الها اسم بنسميه مش سيت اوف سينونيمز، اختصار شو مختصره بنسميها؟ سينسيت، يعني سن سينسيت يعني سيت اوف سينونيمز. فهاي سلسل وهاي سلسل وهاي سلسل وهاي سلسل وهاي سلسل وهاي سلسل. على فكره السلسل قد يكون فيها كلمه واحده، مظبوط؟ والها اي بي. هل يعني معنى اخر الوردت في خلينا نقول جدلا في كل معاني لغه موجوده باللغه الانجليزيه، معاني موجوده باللغه الانجليزيه وكل معنى انو كلمات بتشير له، ومعطين هذا الكونسيبت معطينه رقم ومعطينه وعاملين له ديسكربشن في ايش؟ في جلوس. جلوس طيب اكسرسايز تسوي في البيت يعني الورد الدكتور ديبنت على الكونسيبت مش ديبنت على المين، يعني مثلا مع المينينج زي مثلا مين يعني الكونسبت؟ قصدك مش على الكلمات؟ لا هلا مثلا هنا في عندنا مثلا وورك تيبل، لو مثلا تروح تفتح اي ديكشنري عادي او تفتح بتلاقي مثلا تيبل، تيبل اللي هي الجدل بتقدر له او مثلا تدخل على تروح على المجرى خلي في معاني هاي الجدل الثلاث متفرعات لا 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 هاي الورد مش مبني هيك، الورد مبني زي ما انت شايف طبعا هي نص القصه انا لسه ما كملتش. طيب اللي بدي اياه انه انتم تروحوا على الويب نت تعملوا هذا الاكزامبل تشوفوا ابحثوا عن تيبل واري وماتريكس وبيرو وشوفوا كم كلمه ايه كم معنى سوري كم كونسبت كم كونسبت ورد فيها هذول الاربع كلمات. يعني بالمناسبه تيبل حسب ما اتوقع لها وردت في 9 معاني، يعني وردت في 9 معاني يعني لها 9 معاني تيبل ناون وفير كمان وهذا مجرد. طيب فا ايتش وير فور هلا نشوف البوليسيمي، نشوف شو يعني البوليسيمي، قلنا تعدد المعاني. فوين البوليسيمي هون؟ انا بورجيني وين البوليسيمي؟ وين البوليسيمي هون يا مدام؟ بين كونسبت وكونسبت شو يعني؟ وين البوليسيمي هون؟ يعني في ريفر مثلا ناين في ريفر ونايل نو مش بوليسيمي هاي كونسبت وهاي كونسبت لا في عندك تيبل وفيرنيتشر نعم عليهم ماتريكس البوليسيمي هون انه كلمه نفسها وردت
في أكثر من معنى. استعملنا هون تيبل نعني إشي فيها، واستعملنا هون تيبل نعني إشي ثاني فيها. مزبوط؟ ف يعني لو جمعنا كل الكونسبتس بالوزن ملكة إنه الكلمات مش يعني الكلمة وردت في المعنى هذا وفقط. نو موجودة بأكثر من معنى، هي بنسميها اتس بوليسيموس. يعني هاي تيبل هي تو فولد بوليسيموس، إنها لها معنيين في هذا المثال. لاحظين؟ لاحظين وين البوليسيمي، كيف تمثلت البوليسيمي في الوورد نت؟ لاحظ شيء؟ انها وردت الكلمة في أكثر من سنس، يعني في أكثر من معنى. طيب الجلوسز زي ما قلنا، جلوسز ار شورت، أو في شورت جلوسز في الوورد نت لكل سنس، يعني كل سنس لها أكثر من لها جلوس. جلوسز ار examples of context، أو يعني شرح معنى. تلي how words، أقول لكم هي كيف انبنت. يعني إذا بدكم الصراحة، هم راحوا جابوا كل مجموعات المترادفات في اللغة الإنجليزية، وشافوا كل مجموعة مترادفة وعملوها، قالوا أو مدام هذول مجموعة مترادفات، هذول معنى كونسبت، بشيل لك كونسبت، اكتب له ديسكريبشن، اكتب له جلوس، اعطيه رقم. فهمت علي؟ دكتور شو كان الهدف؟ لأنه كم الناس تبعون علم النفس، سؤالك أيوه، شو هدف تبعون علم النفس يبنوا ديكشنري زيها؟ اتس فيري انترستنج كويستشن. تذكرني اجاوب بعد شوي؟ طيب هذا سوري، طيب وين السينونيمي في ال كيف تمثلت السينونيمي؟ اللي هي بنفس ال انا بحكي لك كيف 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 عالج الورد الترادف؟ انه حط كل عمل سنسز. ملاحظين؟ طيب ستاتستكس قديش؟ على فكرة أنا بحكي عن وورد نت 1.6، هلا في وورد نت 3.1. بتوقعش إنه يعني في يعني دبل الأرقام، بس شوي صغيرة زيادة. بس اللي بده يعرف إنه في عندنا 155 ألف كلمة في عن وورد نت، كلمة إنجليزية. وفي 117 ألف سنس. فاهمين علي؟ يعني لو جيت عديت الكلمات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توصل 155 ألف. ولو عديت 1 2 3 4 5 6 اللي هم سنسز او الكونسيبتس، 117. هاي تفصيلهم حتى، معظمهم مثلا ناقص، عدد الفيربس 11000 من بينهم. يعني طبعا نفس الكلمة بجوز تكلم نون وفيرب، ما فيش مشكلة. أدجكتيف أدفيربس. طيب أنا بسأل سؤال، كيف صار هذا الرقم أكبر من هذا الرقم؟ يا أسمع أسمع إيمان، ممكن نفس الـ ممكن في واحد يكون في أكثر من بوكس، في كلمات كنا بتنطبق بنطبقش عليها الا معنى واحد. اذا حكينا بالمحاضره السابقه انه في كلمات بس لها معنى واحد، في عشان هيك في كلمات لها معنى واحد، معنى واحد ومش شائع كثير بتكون، عشان هيك ما بتتكررش في السن في السنس. تمام، في اكثر من كلمه بتوصف نفس الشيء بالضبط. هذا السبب، يعني ما يعني وعلى فكره ما بنقدرش نعرف، يعني لو بنستخدم اللغه العربيه ما بقدرش اعرف انا اكثر الكلمات ولا المعاني، يعني لا واضح، يعني العلاقه ماني تو ماني بالمناسبه، صح؟ الكلمه لها اكثر من معنى، والمعنى مش له اكثر من كلمه، ما بنقدرش نعرف. طيب المهم في الورد مش اللي حكي لكم، الحكي اللي بدنا نحكيه هلا، هذا هو المهم، هذا هو اللي بيعنينا اكثر شيء، انه هذولا المعاني هذول في بينهم علاقات. شو هي العلاقات؟
اهم علاقتين عندهم او اهم علاقه بنسميها هوبونومي. هم يقولوها هوبونومي. انا عاد ريحكم او طبعا بنسميها مرات اسهال. ليش انا ريحكم كلكم؟ هاي بتشبه علاقه السب تايب ريليشن او السب كلاس. في كلاس وسب كلاس زي السب كلاس. انه هذا نشوف كل بوث هو ديسك وكل وركينج تيبل يصير ديسك. مزبوط صح؟ كل ديسك هو تيبل صح؟ طب كل تيبل هو ديسك؟ طب كل ديسك كل ديسك هو بوث؟ لا. فانا في العلاقه انص هذا السوبر وهذا السب. لحظيا طيب كل بيرو او الدريسر هو فيرنيتشر كل تيبل هي فيرنيتشر صح؟ بس مش كل فيرنيتشر هو تيبل. بس مش كل فيرنيتشر هو تيبل او بيرو بس جزء شيء ثاني كرسي. طيب كل كالندر هي تيبل صح؟ وكل تيبل هو اري طبعا. او ما قبل شوي قلنا تيبل هان هون بس ايوه بس احنا بنقصد هذا المعنى ما نقصدش هذا المعنى. فبهذا المعنى كل تيبل هو اري صح؟ وكل اري هي ارينجمنت مزبوط؟ وكل بيريودك تيبل هو كمان تيبل وكل تيبل اوف كونتنتس هو تيبل وكل ماتريكس هي اري. لاحظوا ماتريكس وتيبل زي خواتم. فالماتريكس يسمى اري والتيبل يسمى اري مزبوط؟ واثنين ارينجمنت وكلاسيفيكيشن هو كمان ارينجمنت صح؟ نعم. هاي العلاقه اللي بنسميها اوبن. هذا بشرحها بالسلايد اللي بعده بشكل اكثر. كمان في عندنا علاقه ثانيه. في عندنا بيرو وفي عندنا دروور. كل او بدناش نقول كل العلاقه بينهم انه واحد بارت اوف الثاني. هاي سب تايب اوف العلاقه. هاي بنسميها العلاقه اللي رسمها بالاحمر بنسميها ميرونومي. يعني بارت اوف يعني دروور از بارت اوف دريسر والشيف از بارت اوف دريسر. مظبوط؟ معي كمان مره كمان مره. في علاقه يعني هيك is a person او ايش هيك man is a type of person و person is a type of human. طيب هاي شو هي؟ ايدي. ايدي يد part of person. ف drawer شو drawer؟ drawer is a type of container. It's a part of dresser. نحديا شو عن دروها؟ ها؟ جرار. ايش معناها؟ جرار ال حملت المد. جرور. طبعا كل سنه بنكت عليه الطلاب انا مره بادرت بنكت. هلا اشرح لكم هاي العلاقه بعمق اكبر. ويل اللي تعلم اي تي المفروض بسرعه تعرفوها لانه هاي بتعرفوا سب كلاس اوف فبالتالي وبتعرفوا بالورد بالسب كلاس برضه بالاول فبالتالي هي تقريبا قريبه عليه دكتور بسرعه طرقوا. لو عندنا هيك لو عندنا مجموعة من السنسز لو عندنا سنسز يعني فيها كلمة كلمتين اكس اكس براو اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة وعندنا ونقول هاي السنسز is homonymy of y of y أو العكس يعني عندي مجموعة من هون سب تايب لمجموعة من هون هيك شو يعني معناها؟ طبعا هذا من وجهه نظر مين اللي صار من وين مش وجهه نظري. كان انا بحصل كل انه
بحط هذول المجموعة سبتايب هاي المجموعة إيرا. كل كلمة هون باجي بجرب بقول بيرو بيرو is a kind of furniture. أو معناها شوي بيرو is a kind of furniture. موافقين؟ ها؟ موافقين؟ دريسر is a type of furniture. موافقين؟ تشيستو بتروس is a type of furniture. موافقين؟ بعدين بيرو is a type of piece of furniture. موافقين؟ دريسر is a type of piece of furniture. موافقين؟ فبتجربوهم كلهم. يعني اللي خلاهم يحطوا هاي العلاقة انهم راحوا زي اللي فحصوا انه الا المتحدثين باللغة الانجليزية موافقين ان نقول انه هاي سبتايب اوف هاي، هاي سبتايب اوف هاي، هاي سبتايب اوف هاي، مش العكس. يعني انا قرر احط هاي العلاقة اللي قرر احطها بالاخر انه انه موافقة مجتمع، مش انا وياك اللي ما بنحكيش انجليزي او مش النيتف، موافقة الناس هي هم اللي بيحكوا انجليزي. اذا موافقين انه نحط هذول الموافقين ان نقول كذا كذا، معناته المصمم تبع الورد حط هذا بعدين هلا هلا الهبونمي زي ما بتعرفوا انها ايش؟ ترانزيتيف. يعني اذا كانت الكالندر تيبل والتيبل اري، معناته كل كالندر هي اري. لاحظين؟ وحتى كل كالندر هي ارينجمنت، وكل بيريودك تيبل هو اري او هو كمان ارينجمنت. مظبوط؟ او كل بوث هو فيرنيتشر، صح؟ مظبوط؟ كل بوث هو تيبل بالمناسبه. ففي بعدين اسيمتريك. شو يعني اسيمتريكال؟ يعني ممنوع اذا كانت هاي سب تايب اوف هاي، ممنوع يكون هاي سب تايب اوف هاي، ممنوع. لاحظين؟ هلا وهذا الكلام في انهيرتنس. شو يعني انهيرتنس؟ توارث ايش؟ توارث صفات. طبعا هون ما فيش اتربيوتس وميثودز انا بتعرفهم من جافا، بس هو نفس الشيء انه الخصائص اللي بنعرفها عن الديسك، يعني لو اخذنا هاي بتكون موجوده في الورك تيبل، بتكون موجوده في الورك تيبل او يعني هاي في كل صفات اللي فوق، كل صفاته. لاحظين؟ It's very interesting انه المعاني باللغه الانجليزيه مصممه بالطريقه. طيب هلا لو جينا سالنا، لو حدا سالنا يعني بالاخر بتبين هاي زي الشجره، صح؟ واللي هي مش شجره للاسف. الورد نت في خرابيش كثير، هي مش شجره، هم طالعين شبكه. يعني ايش شبكه؟ يعني ممكن هاي لها ابوين، ها؟ لها اثنين مش واحد، وممكن واحد وتلف سيركل. هذا الورد نت على سكرول كروج انه صح غلط اللي عملوه هذول، يكتب عليهم هذول مالهم سايكولوجيست. هلا لسه ما جاوبتش على سؤالك. بستنى. هلا السؤال اللي انا بدي انا اقوله انه طب شو اللي براس الشجره لو طلعنا فوق 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 فوق، شو بنلقى؟ اكثر المفاهيم اللي هم سوبر تايبس لكل شيء هي انا 25 هم بسموهم يونيك بيجر روتس. يعني اكت او اكشن او اكتيفيتي، انيمال ارتفاكت اتريبيوت بادي ايفنت فود فيلينج جروب كوليكشن موتيف، هذول هم الاكثر هم السوبرز تبعت الشجره. طيب الميرنومي، فالميرنومي بنفس الطريقة بس المرونومي بارت اوف. كيف بحددوا انه هاي سبتايب انه بارت اوف هاي؟ انه الانجلش سبيكينج بيبول اكسبت لا سنتنس لايك،
واي هاز اكس هاز بارت. يعني تقبلوا انت انجليزي يا اما تقبلي اقول لك انه درور هاز سوري البيرو هاز درور از بارت اوف ات. تقبلي؟ طيب تقبلي اقول انه البيرو هاز الشلف از بارت اوف ات؟ معناته روح. يعني ما هون ما في تحليل انه هاي المحاضره الجايه هاي عندي خطير هاي. انا لاني بعتقد جدا على هذا الاسلوب انه الانجلش سبيكينج بيبول اكسنت. انتبهوا انه انا بعتبر شنو هذا صح، فلازم ما نعتمدش على شو موافقين الناس او لا. لازم لما اقول هاي صار تايب اوف هاي لازم اروح نسال العلم والفلسفه و و و و مش نسال حدا ماشي بالشارع. تقبل اقول كذا بقول لك ما هو اه ولا بدون ما، بس هذا الكلام خليه لبعدين. فمنظم اولسو از ترانزيتيف، يعني اذا كان اصبعي جزء من ايدي وايدي جزء من جسمي او من الانسان، معناته اصبع جزء من الانسان. ان اسيمتريكال ريليشن، لانه برضه ممنوع كالعكس. اذا اي بارت اوف بي ممنوع بي كبارت اوف بي. وممكن تشكل هيراركي برضه يعني. بس على فكره الورد نت يعني الاهم الشيء الكبير والمهم اللي هم هذول اللي هو بونومي مش البارت اوف هم اكثر شيء. طيب جربوا في اكسرسايز عندكم على انكم بتروحوا على الويرد نت وتشوفوا شو هذا. شايفين هذا سنسر، هذول مش كلمات جاب لكم اياهم انا، هذول هي سنسر جابها من الويرد نت. لو جربتوها تطلع الهوبونومي والمونونومي تبعتها. طبعا انا عندي السلايد اللي بعده بس يعني انتم برضه بيهمكم تجربوها في البيت. يعني لو عندنا هاي يعني معي وقت كان حلو كان سويناها معي هون. السوبر تايب تبعها ايش؟ يعني انا كار اوتو اوتوموبايل ماشين موتور كار. السوبر تايب تبع هاي شو هو؟ موتور فيكل اوتوميتد بي. هاي السوبر تايب تبعها فيكل، وهاي السوبر تايب تبعها ترانسبورت، وهاي السب تايبس تبعونها اشياء اخرى. ولو اخذنا على كار نلقى لها لا حتى رسمت انا بالاحمر لها بارتس مرا وباب والى اخره. ولو اخذت على الباب تلقى له كمان بارتس وهلم جره. يعني هي بالاخر تطلع شبكه كلمات مرتبه ترتيب حسب معاني الكلمات. لاحظين؟ فيش سنتكس. قلت لكم هون جرامر، انا حكيت عن جرامر، حكيت عن باست وبريزنت وحكيت عن اي سنتكس او جرامر. هلا في كمان فيها علاقه اللي هي علاقه التضاد اللي بنسميها الانتونومي. اخذنا الهوبونومي والمرونومي وفي كمان الانتونومي. الانتونومي اللي هي hot و cold، new و old، new و old، young و old. هلا الإشكالية إنه هذول مخربشات، وهي بس هاي المنطقة كثير صعبة، كثير صعب إنه علاقة التضاد هي بعلاقة بين الكلمات ولا بين المعاني. على فكرة بدي أرجع هون سوري، هل هاي العلاقة بين الكلمات والمعاني؟ العلاقة بين الكلمات؟ معاني اطلاقا لا، معاني اطلاقا. العلاقة بين المعاني بس كنت طيب. هلا هون لما اقول هوت وكول العلاقة بين الكلمات والمعاني؟ معاني لو انه صح طلع يانج وإماتور. يعني شخص يانج وشخص إماتور هذول سينونيمز. بس لما اقول اول اولد عكس مين؟ يانج، بس مش عكس المجر. اولد عكس نيو كمان وهي عندي امثله اخرى هون بديش اشرحها بالتفصيل لانه هذا الموضوع كثير شائك وكثير طويل. بس اللي بقول لكم اياه برضه يعني هاي علاقه لحد الان ما فيش فيها شيء
كثير ناضج او واضح نقول. يعني العلاقه هون مش ناضج، شو يعني طب شو يعني ضد؟ عكس المعنى. شو يعني عكس المعنى؟ عكس الكونسيبت. شو يعني؟ يعني شاب يعني عكس ايش؟ يعني كونسيبت انه شاب يعني شاب وولد كبير عكس خصائص الكونسيبت او صفاته. يعني دكتور السؤال هيك يعني بقدر اعتمد على العلاقه العكس يعني في وصف الشيء يعني اذا كان كل الناس اذا كان كل الناس يعني الناس اللي اسمه هون يا يانغ يا اولد يا اولد وبالاخر يعني انا هيك بجي بقول انه نط يعني النط تحت تعرف النط اللي بده نط يانغ هلا مش نط يانغ نط بقدر اعتمد عليها سوري هذا رونق لانه في حدا له يانغ وله اولد في ولا في شيء طبعا معناته مش علاقه نط هاي تقرأ النص اللي أنا كان. طيب. هذا برنامج. هذا مش ويرد ويب. هذا اسمه. ويرد ويب. هو عبارة عن إنترفيس. المبرمجين هون حدا راح عمل برنامج. عمل داونلود للداتا هو بس بعرضها يعني هو بس إنترفيس للويرد ويب. والناس بتعمل قاموس ترش أصلا إنه كله ويرد. بنصحكم ومش بنصحكم بنصحكم مش بدي اقول لكم مش بدي مش بنصحكم بدي اشوفهم معمول انستريش على لابتوب اكل لابتوب فات هتكتشفوا انه معجزي هذا الويب والانترفيس تبعه هذا كثير جميل الك كديكشنري لك انا مش بحكي بس شيء للابحاث نو انت بدك ديكشنري لك ديكشنري لك يعني هاي مثلا شو معنى بريزن هاي كاين لك هون اول معنى ايش هو وبالعقوب هاي مثال عليه بالازرق هاي المعنى الثاني وهي مثال عليه على فكره اذا علمت هاي انا معلمها هاي شكلي لانها بولد هون بجيب لي السينونيمز والبارت اوف والى اخره فانت بصير تطلع وتنزل بالشجره بطريقه كثير رائعه فا بنصحكم فيها طيب هلا السؤال على اخذنا احنا كلنا اخذنا ايش الهوبونومي والمونونومي وحكينا على الانتونومي مزبوط طيب هل فكركم في علاقات بين الكلمات في بعضها زي مثلا بليزنت وبليزنتر وبليزن تست يعني في شويه معلومات وهي كمان هاي بعرفش هاي شيء اللي ما هي النطق لا نطق في شويه معلومات زياده اللي بقول الورمنت سينتاكتيك يعني بس مش هي الفوكس طبعا هلا ليش بستعمل الورمنت قبل ما اقول لكم هاي معلومات الاي تي انا شخصيا ليش بستعمل الورمنت كشخص كانسان مش كاي تي تعرفوا ادور على كلمه بدي اقول شغله وانا بكتب وبدي كلمه بس مش الكلمه اللي طالعه معي فورا بروح على الورد ويب بطلع عليه بطلع عليه بتعجب بجيب لي هذول مثلا بحطهم بشوف السينونيمز تبعوته والسب تايبس فبعمل براوزر بسرعه بطلع الكلمه اللي بدي اياها لما تبقى تدور على كلمه بدك كلمه يعني هذا اهم استعمال الويب نت بصراحه لان بسرعه بتعمله براوزنج طيب الويب ديس امبيجويشن حكينا في محاضره الانترودكشن تو ناتشرال لانجوج بروسيسنج انه في عندنا مشكله سيمانتيك امبيجويتي مظبوط كانت المعاني هناك الكلمه لها اكثر من معنى مندرج لما نيجي نترجم لما نيجي ندقق كلائيا لما 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 نقدرش نعرف شو معناه الكلمه مزبوط فالورد نت يعني احد استعمالاته في الاي تي انه يستعمل انه لما اقول لك بليزن طوالي انت مش طوالي تستعمل الورد نت انك تروح تربط في معنى المقصود
تكون له معنى موجود في الويب نت. في الانفورميشن ريتريفال كيف بدنا نستعمل الويب نت؟ تخيل عندك هاي الشجره، هاي الشجره لما انا بدور على بدي كتالوجز عن فيكي، تقدر تعطيني مش بس الكتالوجز اللي عن فيكي وكمان عن كل المعلومات اللي تحته. اذا بدور على بس ماشين او خلينا نقول كار، مش اي فيكي، بدي بس كار، تروح تعطيني المعلومات عن كار او اللي تحته بعدين او جزء كمان البارك اوف تبعها. فانت بتستعمل الويب نت هون لايش؟ انك تعمل اكسبان للكويري. لما تبقى تدور احد استعمالات الويب نت الاخرى انه يعني للتكست كلاسيفيكيشن او السمرايزيشن او حتى المشين ترانزليشن، لانه الويب نت مربوطه مع بعض. هلا قبل ما انتقل للسؤال اللي قبله، كان في سؤال انه شو هو اللي خلى ناس تخصصهم سايكو لانجويز يروح يخترعوا لنا شيء زي هيك؟ اللي سمعته انا انه كانوا بيقدر بدهم يفحصوا هل علاقه الهوبونومي هي بيلد ان في راسنا ولا في ذهننا ولا لا. كيف يعني؟ يعني انا لو اجي اقول شفت فيكل او شفت مركبي، شفت مركبي عامل حادث ولا شفت باص عامل حادث او سياره عامل حادث، اذا كان طبعا باص وسياره وما ايش سب تايب من لمركبي، يعني مركبي هي شيء اعم. هلا هل انت في مخك لما اقول لك شفت باص عامل حادث، هل فورا مش في انهيرتنس العلاقه؟ هل كل البروبرتيز تعملهم انهيرتنس كويكلي ولا بتكلفك وقت ل ال 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 لا يعني للتفكير؟ يعني لو رحنا على وهذا ببين معاك، لو شفت تاكسي ولا شفت فيكي، تاكسي عامل حادث ولا فيكل عامل حادث؟ لما اقول لك تاكسي عامل حادث، هلا مش هاي لها كل صفات ابوها وسيدها صح؟ وابو سيدها مزبوط؟ صح. طب هل انت هون فورا عملت، طبعا هاي لها صفات اللي فوقها وصفاتها الخاصه فيها مزبوط؟ هل انت عملت كويكلي، عملت ريزنينج ولا فكرت؟ طيب قارنها ببعض. اوف لما شفت خلينا نقول شو عندنا هنا؟ باب سيارة سوي حادث، باب شفت باب سيارة سوي حادث يعني مضروب، لا ولا شفت سوري ولا شفت سكرت الباب؟ يعني هل بتحسبها انت بالسرعة انها زي البيلت ان ولا كل مره بتروح تحسب الاعلى وتنزل؟ اكيد في بيلت ان. كان في حسب انا بس بدي اقول لكم اياه، انه كان في اكسبيرمنت عاملينها هذول الناس، حاطين على الكمبيوتر شغلات للناس يجرب بسرعه، عمل كليك وكسر الوقت، بسرعه عمل كليك وكسر الوقت، اكتشفوا هاي الاكسبيرمنت صارت تكبر تكبر تكبر، اكتشفوا طلعوا انه فين علاقات هوبرومي بين معنا بلت ان ولا بعرفش انا، ها موضوع ثاني، بس كان انه الاساس تبع الفكره كلها كان شكله جاي من هم عملوا اكسبيرمنت كبير، نتيجه الاكسبيرمنت طلع معهم قاموس صغير، قالوا اوه واو فيري انترستنج، هات بس نكبر. بتعرفوا شو يعني تيزوروس بدنا نقارن هلا؟ تعرفوا ايش تيزوروس معناها؟ باللغة العربية مكنس. إذا شفت فتحت، تعرفوا قاموس الجيب؟
تفتح كلمة شو تركب حدها؟ شو مش معناها؟ شو تركب حدها؟ كلمات ها؟ المترادفة تبعتها بس هي أكثر من المترادفة صح؟ يعني لو فتحنا كلمة كلمة بعرفش جدول شو ملكة؟ ملكة مصفوفة وملكة قائمة وملكة قائمة الطعام وملكة ونهر صغير ونهر صغير ملكة إيش؟ كلمات كتير هلا هاي الكلمات مش شرط هيك المكنسة هم مش 100% بس سينونيمز نو هم إيش؟ هم مش سينونيمز هم منهم إيش سينونيم؟ اوكي هات لو فتحنا قاموس انجليزي مكنس انجليزي شو ملكة وحتى ودورنا عقار شو ملكة؟ ملكة هذول الكلمات ملكة هذول الكلمات وملكة هذول ملكة هذول قد ملكة هذول كمان صح؟ يعني هم كلمات ما لهم ذات علاقة قوية بس هي العلاقة مش ما فيهاش سؤال هل الويرد نت هو ثيزاورس؟ هو أكثر من ثيزاورس هو ثيزاورس لأنه المعاني فيه ريليت صح ولا لا؟ بس هو أكثر هو أكثر من ثيزاورس ليه؟ لأنه ثيزاورس ما في ليبلز للعلاقة بين الكلمات وين بنتفي فاهمين علي؟ إنه لو فتحنا ولقينا كلمات زي كار ولقينا ملكة بحدها في ملكة بحدها يعني ملكة مترادفاتها والسب تايبس تبعتها والبارت اوف و هذا الثيزاورس بس هذول ما في ليبل للعلاقة يعني شو علاقة ذيكن مع دكسن؟ بالثيزاورس؟ نعرفش بس هون نعرف انه هاي سب تايب فالهون لهم علاقات الريليشنز خلينا نركز على هاي الثيزاورس عبارة عن باب اوف ويردز يعني كلمة وبحدها كلمات ذات علاقة فالسباب هو مش ما في اي دقة زي الوردة وهذا المجرى هلا السؤال اللي يجي هل الوردة انا انطولوجي؟ واحد تو بي اونست خلينا نعمل لكم التحليل قبل ما نجاوب على السؤال لو قلنا ما هي الانطولوجي برضو بيست اون مينينجز مو هذا مينينج بس المينينج هون معتمد على ايش؟ نيتيف سبيكرز يعني حكي سطحي يعني ما في دقه في توصف المعنى بالورده مش صحيح اكبر مثال شوفوا الغلطه هاي ما اللي عندهم ما 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 شفتوها بجوز ما انتبهتوا لها شو هاي؟ لاين وهاي؟ ريفر وهاي؟ سبتايب سبتايب غلط نايل سبتايب اوف بيرسون مصطفى سب تايب اوف بيرسون موافقين؟ لا طبعا لا طبعا مصطفى از ان انستنس اوف بيرسون مش سب تايب طيب فالورد مو هي اللي وقعوا فيها لانه اعتمدوا على شو الناس بتوافق او بترفض يعني هاي جايه هون فلما بقول المينينج هون الدقه في المعلومه اذا كانت اونتولوجي اونتولوجي بنتحرى فيها الساينتفك فايندينجز الفلسفيكال فايندينجز يعني في المعاني لما اذا كانت اونتولوجي المعاني بتكون ادق بكثير لا زال هذا لا زال العمل حتى لو اعجبنا لا زال سطحي الكلاسيفيكيشن هلا هل student is a person في الويرد نت student is a person انتم موافقين student is a person صح؟ صح غلط student is a role of a person it's a role person man woman يلو في مين مش employee و student و فهاي شو الفرق بين اقول student is a person و student is a role فرق جوهري
كيف جوهري يعني؟ يعني اللي بيبنى الانطولوجي، الانطولوجي دقيقة جدا، ما في مجال نغلط هناك. الانطولوجي بالمناسبة student، شو يعني لما اقول اسأل يعني اللي يستطلق، ما بقدر اصنف الناس حسب صفة عرضية. بطل student، بطل person. ايوه اذا بطل student بطل person. فما بصير اصنف الانطولوجي، بنصنف على صفات جوهرية مش صفات عرضية. دكتور مو بطل بيرسون او صار تيتشر او اسمه بالاخر يعني ستودنت، اسف اذا بطل ستودنت او صار تيتشر فاهمين هو بيرسون يعني راح يضل منطبق عليه يعني. صحيح، بس اللي بقول وين الخطا بتصير؟ انه الستودنت هو نفسه مش جنس للانسان، هو جنس بس لايش؟ احد اجناس الوظائف، هو دور، سوري ادوار، هو دور انت بتكون فيه. نيجي هذا كمان بعدين. هلا الانطولوجي عادة بتكون strictly formal مبنية على اللوجيك 100%. الويردنت لا، يعني هم بقول لك asymmetrical inheritance، بس هم مش عارفين انه هذا الكلام مش كثير، هم حتى لو كانوا دقيقين هم مش دقيقين. لما نحكي على اللوجيك بتختلف الامور، يعني بالمحاضرة الجاية ببين معنا اكثر من هيك. هم دكتور كان يعني بس يخلف عليهم يعني سووا انهم هم بدهم الشارع يفكر على اساس هم بيقولوا. هلا انا اي لايك تو يوز وير نت از لينجويستيك انطولوجي. على فكره اللي بيسمعوا عشان اكون دقيق، بعرف يمكن نص العلماء او غالبيتهم العظمى بوافقوش انه الوير نت، بقول لك نو الوير نت مش انطولوجي. انا شخصيا اعتقد انه نو اتس لينجويستيك انطولوجي، بالرغم من انه في اخطاء ميسنج، اخطاء بده تصليح، بس اتس فيري انترستينج واي نوت تو كول ات انطولوجي. لا هو لينجويستك طبعا انطولوجي، مش ابلكيشن. عاده بالمناسبه الانطولوجي التعبير عليها اقل بعد ما نبنيها. لو عندنا الورد نت كانطولوجي وعندنا الورد نت كورد نت، بنكتشف انه ليش او شو فائده ان نبنيها كانطولوجي مش كورد، مش كشبكه بيان كشف الكلمات، لانه بعدين بصير تعديل اقل. وليش شو يعني؟ يعني كنا حريصين من البدايه. فاهم؟ في حدا عنده اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.